سيب الكرة الطائرة وهنروح لرجال السلة. رجال السلة بيحققوا الفوز النهاردة في دوري المرتبط في دور 16 مع بيكسبوا نادي الطيران. قلت لكم نادي الطيران النهاردة معانا دي حكاية كبيرة. النادي الأهلي بيفوز 69-51. فريق ما شاء الله عليه، فريق النادي الأهلي ماشي بخطى ثابتة بعد ما كسب في المجموعة في الدور الأول أو في الدورة المجمعة الأولى أو الدورة المجمعة الثانية، كسب هيئة قناة السويس وأصحاب الجهاد وسبورتنج رايح جاي. برضه النهارده بيحقق ما شاء الله عليه، بيحقق الفوز على نادي الطيران بنتيجه 69-51. مستنيين المقابله اللي جايه، اللي هنقابل ان شاء الله في الدور اللي جاي مواجهه مع عطليه الجيش والمصريه للاتصالات. دلوقتي حالا بيقام مباراه بين برضه الاهلي والطيران في دوري المرتبط، لكن خلينا نشوف ونبص على مواجهات دور 16 في بطوله دوري المرتبط لكره السله، لانها حاجه مهمه جدا، لان اللي جاي بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله نتفائل خير. فريق كره السله ماشي بخطى ثابته مع المدير الفني كابتن اشرف توفيق. خلينا نروح لمواجهات دور ال 16. مواجهات دور ال 16 زي ما احنا شايفين المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. المجموعه الاولى الاهلي والطيران كده، الاهلي كسب اول مباراه ولسه يوم الخميس الجاي ان شاء الله باذن الله في مباراه ثانيه، اللي يكسب هيصعد للدور اللي بعديه. الزمالك بيواجه القناه، مصر التامين بتواجه اصحاب الجياد، وسبورتنج بيواجه طنطا. المجموعه الثانيه الجزيره مع نادي الشمس، وسموحه مع الاولمبي، وطلايع الجيش مع المصريه للاتصالات، والاتحاد السكندري مع نادي 6 اكتوبر. بكده زي ما احنا شايفين هيطلع بثمان فرق، الثمان فرق هيخشوا للدور الثمانيه ويبتدي يكملوا دوري المرتبط، اللي النادي الاهلي هو صاحب اللقب دوري المرتبط السنه اللي فاتت. هنسيب الكره السله رجال وهنروح لفريق السله تحت 18 سنه دوري المرتبط. النهارده بيلعب مباراه مهمه مع نادي الطيران دلوقتي حالا، لكن اللي قاله لي ان احنا ما شاء الله ماشيين متقدمين في هذه المباراه، مباراه مهمه لان الاهلي محتاج ان هو يكسب بس ان شاء الله باذن الله يكسب النهارده، ويوم الخميس الجاي يكسب مباراه واحده مباراتين يعدي للدور الثمانيه باذن الله في دوري المرتبط اللي هو صاحب اللقب. هنسيب 18 سنه سله وهنروح لكاس مصر. كاس مصر اتحددت القرعه بتاعته لرجال السله، اتحددت القرعه بتاعته خلاص، واتعملت يوم السبت اللي فات في مقر الاتحاد المصري لكره السله. اتعملت القرعه والمواجهات صعبه جدا. النادي الاهلي بيواجه في دور 16 نادي الزمالك، مواجهه بدري جدا، مواجهه قويه جدا في دور 16 بين اكبر الناديين الاهلي والزمالك، بيواجهوهم في بعض في دور 16. خلينا نشوف مواجهات دور 16 ان شاء الله باذن الله في المرحله الجايه او نتيجه قرعه كاس مصر لكره السله. زي ما احنا شايفين قدامنا على الشمال سبورتنج والاتصالات هيقابلوا بعض، طنطا مدينه نصر، مركز شباب سوهاج، والفائز من نادي الشمس وهليوبوليس، واخر لقاء بين الزمالك والاهلي. دي كده ده طريق هيمشي فيه، اعتقد ان اقوى الفرق هنا سبورتنج، ومع يعني احترامنا اكيد لكل الفرق، لكن سبورتنج والزمالك والاهلي هم الاقوى. يعني ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي مستمر لنهايه الدور باذن الله في بطوله كاس مصر. الناحيه الثانيه على يمين الشاشه هنلاقي الجزيره سموحه، مباراة قوية جدا، ناديين كبار، ناديين أقوياء جدا، نادي الجزيرة لسه كسبان السوبر، ونادي سموحة برضه عنده طموح، لأن فعلا الرياضة في نادي سموحة بتتقدم تقدم ملحوظ جدا. الجياد والطيران مع طليع الجيش، اللي هيكسب هيخش الدور الثمانية، السكة الحديد مع مصر التأمين متكافئة جدا، ومركز شباب الزقازيق ونادي الاتحاد السكندري، مباراة صعبة جدا على مركز شباب الزقازيق، لكن خلينا نقول إن الناحية الثانية أو القرعة من الجنب الثاني الجزيرة وسموحة، طلايع الجيش ونادي الاتحاد السكندري، أعتقد إن الأربع فرق دول هيوصلوا للمرحلة الثانية، وزي ما إحنا شايفين قدامنا الموضوع صعب جدا في ناحيه اللي هي ناحيه الجزيره والاتحاد السكندري وسموحه. فبكده ان شاء الله باذن الله نتمنى للنادي الاهلي التوفيق في بطوله كاس مصر، لان المباراه في دور 16، لكن احنا كلنا الثقه في اولادنا الموجودين في النادي الاهلي في كره السله رجال ثقه عمياء، ان شاء الله باذن الله هيعدوا ويروحوا لابعد ما نتخيل باذن الله، نتمنى لهم التوفيق في المرحله الجايه. هنروح لناشئات الاهلي تحت 18 سنه بيفوزوا على نادي 6 اكتوبر، ناشئات السله بيفوزوا على نادي 6 اكتوبر في دوري برضو المرتبط.
في دوري المرتبط بيفوز بنتيجه كبيره جدا 94-16، فارق واسع جدا، لان برضو نادي 6 اكتوبر نادي حديث الدخول الى دوري كره السله. المباراه لعبت على صاله الشهداء وسيطر عليها من اول اللقاء ناشئات الاهلي، لان السكور واضح جدا ان ما فيش فارق في المستوى بين الاهلي ونادي، واحترامنا لنادي 6 اكتوبر ما فيش فارق في المستوى الفني. هنسيب 18 سنه وهنروح لسيدات كرة السلة، سيدات كرة السلة برضو في دوري المرتبط بيكتسح برضو نادي 6 اكتوبر 76-41، ما شاء الله عليه بقيادة المدير الفني علي هاشم، ماشيين كويس ما شاء الله عليهم. وبرضو صالة الماتش ده اتلعب على صالة الشهداء، لسه خلصان برضو حالا في نادي الاهلي، والاهلي في حاله فوزه باي مباراه مرتبط او سيدات يوم الخميس اللي جاي هيضمن التاهل للمرحله اللي بعديها. احنا المفروض هنقابل الكسبان من نادي سبورتنج ونادي الاولمبي بكده دوري مرتبط. لكن برضو منافسات السله اشتعلت سريعا واشتغلت بسرعه جدا، في الاهلي بيستنى اللي كسبان من نادي الشمس ونادي الجزيره، نادي الاهلي سيدات كره السله بيستنوا اللي كسبان من الشمس والجزيره عشان يقابلوا في دور الثمانيه. الاهلي في لما جم عملوا قرعه الكاس مصر بعد عن دور ال 16، لكن خلينا نبص على القرعه بصفه عامه زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشه. القرعه زي ما احنا شايفين الجنب اليمين سبورتنج بيقابل بي وبيوصل على طول بيتاهل للدور الثاني، ما كانش يعني في فرق اتاهلت على طول لدور الثمانيه اللي هم سبورتنج وهليوبلس وسموحه والاهلي، اربع فرق اتاهلوا من دور ال 16 على طول. خلينا نكمل، مصر التامين تقابل نادي الزمالك، الفايز منها يقابل نادي سبورتنج. مدينه نصر والطيران الفايز منهم يقابل نادي هليوبلس، ومن هنا نقول ان نادي سبورتنج وهليوبلس الزمالك الطيران اعتقد ده في المرحلة الثانية أو في دور الثمانية. الناحية الثانية سموحة برضو متأهلة على طول لدور ال 16، والصيد أكتوبر الفايز منهم هيقابل نادي سموحة في دور الثمانية. الشمس والجزيرة وهي مباراة قوية جدا، واصطدام الأهلي بالجزيرة في دور الثمانية أعتقد هي مباراة قوية، بالذات إن نادي الجزيرة قدر يجيب محترفة أمريكية قوية جدا جدا، كل دوري السيدات بيتكلم عليها زي ما احنا بيتكلموا على المحترفة عندنا، لكن شاكيلا نان، لكن دوري كرة السلة سيدات مشتعل، في محترفات، في دخول مديرين فنيين أقوياء جدا داخل الدوري أو داخل كاس مصر في بطولة السيدات عامة بصفة عامة، في اشتعال في الموقف. لكن إن شاء الله بإذن الله هيكونوا برضو بناتنا عند حسن ظننا بإذن الله.